Lì, una ne sarà di madame. Lenzi, monsieur. وصدام يلا صدام تاو اللي عندك. ما صار بها هذه تقريبا كيفي. ما تكتبليش لي كومنتار السيدة وامتك معايا، ما تحكوليش حياته بليز. انا ما شافتش عيني وما سمعتش ودني، انا كي ما تسمعش ودني وما تسمعش عيني وما تشوفش عيني، انا ما جوجيش ناس. الله يسهل. صبروا ندير غدا شوية، كرهتني من غدا صدع ميسي كيف تكبير. هاتي آخر جملة، هذي حل دونت ستايل. كاين هاد الصوت هذا باش ما يجينيش ديرونجمون في تيك توك، باخد بلي انا كنعرف هاد الموسيقى ما خصنيش. انا جو بونس با بلي في الجزائر، يعني نشوف في هذيك الالان. شنو هذيك الالان؟ تعرفوا الالان ليرنينغ؟ انا ما عايش في الجزائر، جو بونس با، ولا راني غلط ياك؟ جو بونس با كاين يونان الجزائري. I see that, yeah. Word. I see that. We what up? I think so. عادي عادي، في الإسلام يجوز الكذب. الإسلام نقدر، الإسلام نقدر نورمال. هي مسكينة مضر يطلع باقو شي حاوي يطلعوا مال الاخرين، هي حاسبة الله ما يمشي وصي بوخ ساكي تقدرت الكذب حلال في الاسلام، نقدروا نكذبوا في الاسلام مكاش مشكل. كيفاش يقدروا يكذبوا في الاسلام؟ ما قدروش خويا، او كذب حرام، بصح نكذبوا الله يهدينا. ان شاء الله ان شاء الله. سي هذه هي كيما تتبعش كما تتعلمش المنطق، تتعلم القيم الإنسانية، وما تتعلمش وتتعلم الحفظ، وتتبع واحد الإيديولوجية جاية من الصحراء، تولي توجور كيما هكا. ما تروح تعيش في دول يعني وتتعلم وتقرا وكلش، تبقى عندك هذيك الركيزة. وهي اسمها تو سويس، انا جو كومبخون اون فام الجيريان نقولها لك ديريكت، خاطر كيتلاقى مع الناس ولا خاطر متعودين يرحم بابك يطلع مع قشيحة وتطلع مع ذوك الجماعة وكلش، اللي غير من السروال تحتها وجامي يهدرلك بالمنطق بالعقلانيه، يهدرلك افيك دي بروف سيونتيفيك، توجور يهدرلك بهذا الكلام. جو كومبخون لي فام الجيريان ولاو ميفيون، كيطلعوا ينخلعوا يشوفوا طلع عند واحد جامي غادي يسبهم، كيهضر معاهم يهضر معاهم بال ولا بلا لوجيك لا راسيوناليتي. وي اي نو اي نو الان الان كيما حنا عندنا ثاني الال لادين حنا يسموها انا كي ولدي ولا بنتي كان عندهم دي ساتون باغ اكزومبل سيزون، ابارتي دي سيزون عندهم الحق يديروا هذيك الال من اللورا وتسوق معاهم يسوقوا، وانت معاهم لازم يكون معاهم واحد ادولت حتى يلحقوا 18 باش يدوا الرخصه تاع السياقه عادي. اي نو ذات ماهيش حاجه، ماشي حاجه نيو حبيبي. ميرسي مي زامي، I love you. تبير بحداش كبس. I love you ما. لو آه فرنسي أبخوند. آه نايس. آه أوكي. أنا خليك هلا في محل حبك اللايف. سلام ربي حبك، شكرا. سلام. But I know, I am doing that. Do it easy. ما تخافوش. نعمكم ميهو كلش يروح غير بشوية، لازمنا نديرو زبدة و غير بشوية غير بشوية. واش راكم لامور صافا؟ ميهو واش راك؟ تخي تخي بيا مدام واش راكي؟
لاباس منار، توحشتك. كنت حابه نسقسيك واحد السؤال. هاد السؤال واحد طلع عندنا في اللايف يا خويا، خلانا حايرين. هي انا ماشي حيرني زعما امنتو ما امنتوش، بصح حيرني شغل كيفاش لا بونسي تاعو. قال لي كي نزيدو كاع مسلمين. جيت انايا قلت له لا، قلت له كي نزيدو كاع دي زيتر زومان، محسوب انسان، كي نزيدو انسان. جا هو قال لي لا، قلت له عندك دي سورس؟ قال لي ايه. قلت له شنو هما؟ قال لي شوفي في ودنك، او مكتوب الله في ودنك. والله غير حبيت نسقسيك انايا، سقسيت بزاف عباد ما صابوليش الجواب، قلت بالك تعطيني الجواب اذا عندك. حيرني هنايا. معليش، واش مكتوب؟ نعم، مكتوب الاله بالودنين. ايه قال لي مكتوب لا فورم تاع الودن، مكتوب الله. قال لي كاع سما كاع بالعربيه ولا بالعبريه ولا بالنورفيجيه؟ بالعربيه. سما واحد نورفيجي في ودنه مكتوبه حاجه اخرى. ايه ما لازم تقرا بالعربيه باش تعرف بلي الله. اكزاكتومون. عظيم. وهذه بالك حجه اكثر، يعني على الاقل هذه فيها حرف واضح، فيها على الاقل ثلاث حروف اللي موجودين في الله، فهمتي؟ اه فهمتي. جيب ومام هذاك الحرف التالي، عاود عرف كيفاش يديروا. الا حبيت تروح تشوفي شوفي، يعني يعطالك بالحرف واحد حرف واحد حرف واحد، الاول الزوج الثالث، ودار لها هذيك تحاك وهذيك تحاك والها الهاء هذيك. روحي حوسي دروك، دخلي في البروفايل تاعي تشوفي البريمي فيديو غادي تفهمي. جاب لنا بلي الاعجاز العلمي فوالا فوالا، وراهي موجوده في اللي حبيتي تشوفيها. لا، ندخل نشوفها بيان سور، باسكو انا روحي دخلي روحي نطلعك. هي هيا اوكي صح، دوموندي نطلعك. هي شوفيها اللي ماشي موالفين غادي. دكتور علي يدرى، شفت الاعجاز العلمي في اللايف تاعي ولا ما شفتوش؟ في البروفايل، تدخل البروفايل وشوف الفيديو الاول. استاذ الدكتور علي لازم تشوف، الا ما شفتش هذه يعني دلائل النبوه. جامي ملي بديت نهضر عندي ديزاني، راني هضر مش عارف شحال من الاف الساعات ولا مئات الالاف الساعات، مي جامي واحد قنعني بالدليل. حبيت تدخل تشوفها في الله، دخل شوفها من بعد اعطيني التقييم تاعك. وي السلام عليكم مع موسى. سلام موسى. نزول نزول. واش حال لاباس؟ مانيش عارف. سقم الكاميرا الصوت تاعك خويا. وي استاذ ابل. وي السلام مهوب. سلام اتوس، مرسي. واه شفناها البارح مام في تويتر هكذاك. شكرا عليك، وشكرا على واش راك دير حبيبي. هذا ما كان غير هكذا طلعت. مرسي. بسلام عليكم. بيزو. بسلام عليكم. ربي معكم ان شاء الله. ربي نزول نزول. لا لي ساليمون، مستحيل غادي ترجع. ها؟ صافا صافا. اون فات صافي لونتون نتبع ال اون كروزي لي فيديو تاعك هكذا لي لايف. سي تري انتريسون اون فات. فولي جوست فو دير كو واحد سورتو سي فوز ات سي فو فيفي في لاجيري في الجزائر، دونك سي بيان تكاسي لي تابو كوا. بيان تكاسي لي تابو. Après, côté religion, c'est autre chose. C'est seulement le cas de la vie de la vie de la vie de la vie de les insultes, les attaques, c'est gratuit. Ils vont nous emmener nulle part. Voilà.
اي بوي كاين واحد حاجه برك راك تسمع فيها. اي بوي كاين حاجه واحده برك جوست اون بيتيت ريبونس برك بور لي ريليجيو جينيرالمون تو لي ريليجيو هكذا يهضروا سي لو ارغومون كو اون فات. انا بيرسونالمون حبيت نسقسيكم برك سؤال بريء بالعربيه دونك انا زدت حتى واحد بيرسون ما دوموندي مون افي مانيش حاب نزيد اي بورتون انا جيت للدنيا جابوني الدنيا هذه ما حبيتش نزيد ديجا شوي ني دون مانيير فوالا بلا ديكتاتور كوا اي بوي جو دوا سوفر دي ريغل ديجا جبني ديجا راك مديتني للدنيا هذه اون بليس تو مامبوز دي ريغل قوانين اكسيتيرا كو بوتيتر ما عجبونيش فوالا اي بوي حقا حتى بالموت حتى بالموت حقا زدت نحيني من الدنيا بلا ما تشاورني بالك صاي عجبتني الدنيا هذه حبيت نزيد بالك يتسمى طريقة ديكتاتورية من الأل زد فهمت؟ اي بي كل واحد برك يتبع دينو كل واحد برك يتبع واش يأمن كل واحد برك يتبع تكون غير تكون بالقدر هذا ما كان كل واحد برك شاكين ريسبكت لوك كل واحد واش يكون فوالا سي تو. لو كان الدين تاعك هذا يسب الآخر انا وكان هذا الدين كنت الدين تاعك هذا يسب الناس الاخرين. انا ما عندي حتى دين. انا الدين تاعي عندي انا عندي الدين تاعي عنده اي وحده عنده حديث واحد الدين تاعي يقول بسم الله يقول حاجه ما تبغيهاش روحك ما تبغيهاش لغيرك هنا يحبس الدين تاعي انا حاجه ما تبغيهاش روحك ما تبغيهاش واحد اخر هنا يحبس الدين تاعي حاجه اخرى كاع ما تهمنيش. اي بوي دون لو موند واحد كل واحد برك يقعد مع راسو برك هكذا من داك يقول فوالا ايماجين دان سول كو فوالا نحو كاع توت لي ريليجيون هادو عاد باكوشي صرا الناس كاع تحبوا بيناتهم الناس كاع يوغا بلو دو غير يوغا بلو دو هيستوريكمون توت لي غير ايتي ريليجيوز ابري يا دي غير ريليجيوز كاشي ديغيير دي تروك بوليتيك كوم سا مي على باس سي دي غير كاع لي غير لي صراو سي دي غير ريليجيوز دونك لو كان نحو كاع لي ريليجيون هادو با تو سامبلومون يوغا لا بي لامور اكسيتيرا فهمتني. اي بوي اي بوي فوالا هذا ما كان. شكرا. يا تيتخ دانفورماسيون انا عايش في البلاد Je viens d'une famille kabyle, mélangée de tout. J'ai un père chrétien, une mère musulmane. Tout le monde est là, mais il y a des gens qui sont là. Il y a des khawa, des frères et sœurs, des parents. Voilà. Santé, Moussa. Merci, Roya. Merci beaucoup. Je t'en prie. جاي نجيب شويه ما بون جماعة اللي يحب يقرا كتاب دلائل النبوة يعني اللي تأثرت به راه موجود يعني الجزء الأول منه اللي حطيته في البروفايل تاعي في أول فيديو اللي يحب يقراها الأول والأخرى تاعي باش نكونوا واضحين باش اللي يحب يعرف راهي موجودة في الفيديو تاعي يعني حطيته دروك في البروفايل راهم شافوه ديجا ناس بزاف مام حطيته في تويتر في الإكس راهم شافوه الآلاف نحمد ربي ونشكره يعني دلائل النبوة في الحقيقة يعني إفحام اللي يحب يشوف شوية وتاني يتعلم أشياء باش ما نكتبوش هلا ويعطيك صح ويأمين أنا بديت نتوقع نتقف شوية صح يعني باش نكونوا عادلين لازم لي نحط شوية هاك وشوية هاك باش تاني احنا لا دينيين يكون عندهم ثقافه باش يقدروا يجاوبوا بيان سور اللي حطيت الجزء الاول منه اللي يحب يشوفوا الفيديو راه في الصفحه الاولى اللي ما شاء الله يعني يقدر يتعلم باش الفيديو الاول اللي كي تدخل البروفايل تاعي في الاول
باش لا اقل كي تناقش واحد مسلم ولا ما تخافش، يكون عندك غادي تعرف اش يقول، فوالا غادي تعرف اش عنده وشنو هي الحجج اللي راح يستعملها لك، تكون موجب يعني ما باش نقولها لك، يعني انا هذه هي النيه نتاعي. فوالا مويا مليح هذاك الفيديو، خير من الخنيسه، خير من موقع الخنيسه ايمي، والله الفيديو هذا اللي حطيته صح، الفيديو هذا اللي حطيته يعني ما نقولش لك خير من، لانه راح يتعلم الملحد يعرف كيفاش، ولا لا ديني يعني ما انا مانيش ملحد، يتعلم كيفاش هي. السلام عليكم يونس، لقد كان يونس. يونس حبيبي احكي لنا شويه، واش راك حبيبي؟ وي مي هو الزوف عليك صافا لاباس لاباس. انا عندي غير بروبليم واحد معاك يا ميهوب، ديما نتبع فيك ديما نسمعك، غير نقعد طابله ناكل تجبد هذيك تاع النخمه وهذيك تاع البول وهذيك، ديما تكوبي لي لابيت على بالي وهذيك تاع الحليب. ايماجين نكون قاعد ناكل وايماجيني الرسول كي يبدا يغسل من الماء تاع الحليب، هبلتني يا ميهوب. لا معليش الخطره هذه ما تسمعليش، روحت الفيديو الاول اللي حطيته باش تستمتع به، ماشي الفيديو اللي راه ايبينغ لي، ماشي الفيديو تاع اليوتيوب، الفيديو اللي حطيته اليوم جديد روحوا شوفوه، انا حطيت لكم باش الخطره الجايه ما، باسكو بزاف الناس لا دينيين راهم يديروا دي لايفات ودي فوا يطلع عندهم مسلم يعطيهم دي زارغيمون كيما هذه تاع دلائل النبوه، الور كي تشوف هذا الفيديو تكون حجه قويه، ما راحش يقول لك راك عارف السؤال تاعك وكاين فيها مام الجواب. نو هنا ماشي في اليوتيوب، هنايا في تدخل في البروفايل تاعي وشوف الفيديو الاول، فيديو ماشي اول فيديو، الفيديو الجديد اللي حطيته باسكو كاين تاع اليوتيوب وكاين زاوي، راني كاتبو دلائل النبوه ليكم باسكو بزاف ناس ملحدين راهم يسقسوني انا نديرو لايفات ودي فوا يطلعوا عنا ناس وما عندناش كيفاش لنا كيفاش نردو. خويا ميرسي يونس الحب، يعطيك الصحه و سي ميهو بون كوراج. جو ناس جو فوزون بخي، جو فوزون بخي مون امي. ربي واش منا بون با دير ان ديو. سيدنا يونس عليه السلام بقي في 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 بطن الحوت ألف عام، سبحان الله، شوفوا الله عز وجل كيدير يعني معجزة، بنادم يبقى في بطن الحوت وهذاك الحوت طالع هبط من الأسترالي حتى الفوق على مانيش عارف انا الجرينلاند حتى ضرب كاع المحيطات، سيدنا يونس صابر في حوته. والله نحبك يا امي، مانيش عارف عليها سبحان الله، من قولها لك حياتك، راح عيش حياتك، عيش في نورفاج، اطلع للجبال هذوك، حوس شوف ربي واش خلق، ثلاثة غير براسي هذا نزوج 9 سنين وساعة 17 سنة هو 54 سنة. بصح ياسين نروح للجبل نشوف الجبل ولا نسمع حنا وربي يخلق. انا سمع نحي هذا السبيكر خاطر ما نجيش نسمع فيك مليح. انا راني حاب هنا نشوف ربي واش خلق. خلق الدنيا، خلق السماء، خلق كلش، واش راك تشوف ناتور؟ خلق ياسين، خلق ياسين يسمع البحر. روح حوس، روح عوم، عندكم البحر تما في النرويج، شوف الحوت ودي سور مارين ولا كاش عفسة فاش عرفت؟ قاعد في تيك توك 24 اورز، نسيتوا روحكم، ماريا هذيك حوايج ما عندهاش، لبسها فيستا تاع باباها البارح، لبسها جاكيت تاع عمان وكاسكيطه متشبتقه عليها مقطعه. كيفاش عرفت بلي ربك خلق كاش حاجه؟ نعم كيفاش ربك عرفت، كيفاش عرفت بلي ربك خلق كاش حاجه؟ إن خلقك الله هو اللي خلقك. كيفاش عرفت؟ كيفاش عارف؟ انا هكذا علمونا جدودنا، هكذا احنا جدودنا كنيسه، انت تعرف خير من جدودنا. هما 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 كافيه يصلوا يعبدوا ربي، وينك رايح؟ ها وينك رايح؟ وين تروح؟ كي تموت وين تروح؟ ياسين 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 تسمع فيا؟ يا سناك نوشك سناسك زانسكا، معليش ياسين، وين نهضر معك نورفيجيا؟ ياسين ياسين تعيش في النرويج ما تعرفش تهدر نورفيجيا؟ لا ما نعرفش ياسين، بغيت نسقسيك اهدر.
يعطيك الصحة، نسيتني تنساك الموت إن شاء الله. آه؟ نسيتني تنساك الموت. ربي يهديك والله العظيم، والله العظيم ربي يهديك والله، تهدر على ربي ورسول الله العظيم، غير عندك نهارك انت كحل. معليش كيفاش تجيك تجيك الساعة تاع الموت ولي تحلل. ياسين اختك اختك غير اختك والله العظيم. ياسين كيفاش عرفت باللي روح القبورة، روح شوف القبورة الناس ميتة، روح تفكر شوية اختك من هذا التيك توك تهضر على ربي ورسول والانبياء. اختيك والله العظيم، انا ارجيريان كيما نتايا. اختيك والله ياسين، ان كونساي ياسين، نقدر نقول جمله بلا ما تقاطعني؟ انت تهضر بزاف 24 اورز، انت تهضر ما تشبعش، خلينا احنا نهضروا نهديوك. نهديوك الطريق مستقيم. ياسين بغيت نسقسيك، ما هو شكل الارض بالنسبه لك، مسطحه ولا كره؟ اه ما هو شكل الارض؟ مربع. مربع. ها راح والله العظيم اختك من تيك توك، راح حوس، راح عيش الدنيا، واش بيك؟ روح الزها شوف حياتك قاعده انت تما، واش بيك يا اخو؟ علاه وينك عايش؟ طلعت من نورفاج بدير هكذا، تخلعت خلعتك نورفاج. ها غدوه تموت ما كان والو، طح مات. راح ربي يهديك والله العظيم، اختك ما تهدر على رسول وتلعب زعما سمارت، انت يا انتيليجو علينا، انتما ما تعرفوش ما قريتوش القران مليح، باكو ديروا لي فوت العربيه ما تعرفوهاش مليح، او طلع السوري هذيك ما شاء الله فهمكم غلطت هكذا، يقول لك بلي ماشي هكذا، ماهيش تمعني هكذا. والله ربي يهديك يا خو، انا كونسي دامي يا خو، يعني كي خوك اخطيك والله، ربي يهديك ان شاء الله. هاي السلام عليكم. السلام عليكم، ما تهضرش معايا. بيتان وعايشين في اوروبا يا رب، قبل هذه اللي انا نضرب روحي بحجره، ماشي بحجره وحده ولا زوج ولا 10، هادو عايشين في اوروبا. سي انك خويا يهضر معايا ويتظاهر انه عنده ثقه بالنفس، بصح الاشكاليه تاعو راه ميت بالخوف، راه ميت بالخوف، راه يرجف، راه خايف نسقسيه كالسؤال ويحصل. الدين تاعي صحيح السوري يعرف احسن مني، بصح الدين تاعي صحيح، بصح انا ما نعرف والو، وغادي ندير كلش باش ما نخليكش تهضر. انا ندير غير تجربه، انا كنت نقدر نغلق له المايك ونرغمو هو وربو والرسول تاعو باش يسكت، مي حبيت نوريكم باللي شوفوا، يعني بعض المرات لازم نخلو هاد الناس يهضروا باش تشوفوا قمه الرداء، قمه الجهل. ناس عايشين في اوروبا، يعني فكره ما كاش، روح دير عمل، اخرج دير هذه دير هذه دير هذه، وانت راك في تيك توك، علاك في تيك توك؟ مخلوع في النرويج، وكرني مخلوع في النرويج، ماهيش في تيك توك، راني برا ندور في النرويج. يعني حتى المنطق تاعكم، المنطق تعفسوا عليه يا ربك، حتى المنطق لا لوجيك. لو كراني مخلوع في النرويج ما نجيش هنا، كراني دروك انا راني ساكن في سونتر فيل، انا يعني نحل الكاميرا ندير لهم دي فيديو، كنت ندخل هنا ندير راني في سونتر في قلب. لو كان ساعه جيت مخلوع دوك راني في لابي ندور هكا ندير فيديو نوري لهم نقول لهم شوفوا هذا. لو كان جيت مخلوع، لو كان ما بقاش في تيك توك، مانيش راني حاب نتفرج. وكاين كائنات يعني تخلعني كيما انت هكا، يعني بنادم يعني ما تعرفش تقول جمله مركبه، لا في الدين لا في كلش، لا في لا لوجي، كلش تعفس عليه، يعني الجهل داير قرون، مش غير بهدلو، يعني حشومه بزاف. يعني شخص كيما هذا يعني ما شو اوبليجي باش نهضر، ما نخليكش تهضر، وكي نكمل لازم ننزل، لخاطر هذه هي خاطر كون نبقى هنايا غادي الدين تاعي يتعرى، لخاطر ما عنديش حجج، لاني انا مسلم والاسلام هو دين الحق وهو دين الصح وهو دين العلم وهو فيه كل شيء، ولكن بصح انا ما نعرفش عليه، ما نعرفولو. ارواح انتو فهمهم هذا المنطق وهذه العقلانيه وهذا كيفاش يرحم بابا. الله يهدينا، هذا مكان قولوا امين. الله يهديك اميه، الله يهديك اميه. اه اوجه سمير، سمير خويا واش راك؟ لاباس الحمد لله خويا، متأخر هذا باش يوصلوا الكلام، ماك تسمع فيا خويا؟ هذا تاع ذاك النهار اللي خاف،
تلعب معي، ما تلعبش معي، تخاف مني، هذه اللي سبته. نهدينا هلا بمعي ملوكة. سي دوموي ما حبيتش تجي ملوكة تلعب معي، بلوكاتني. إن ملوكة وملائكتها حس أدرك ثلاثة مازال الحل. شنو هذا الإعلام؟ هذا من روسيا. استنكحونا استغفر الله، ما عندناش جنون. واش راكم تقولوا جماعة باحث؟ السلام عليكم. اشرا كامية وبلا باسة. يا بيامان ميهوب، عندي يعني اقتراح ليك، عندي شويه ريكور تاع تريدينغ اي كوميرس منه، ولا تحب نبعث بلاد البخاري جماعه؟ نعم. لا كازاكستان، ماشي كازاكستان، كازاكستان ثاني شاب. عندك اقتراح؟ ايه عندي اقتراح يعني ليك، حيعاونك بزاف ان شاء الله بربي. اوكي، عندي يعني ديكور تاع تريدينغ تاع اي كوميرس، ولا تحب نعطيهم لك في بلاصه ما تقعد تطلب من الكنيسه وتحشي تحشي لي زادوليسون خير يعني. وهذا هو المواقع، هذا هو كيفاش ندير بهم يعني؟ يرجعوا عندي ولي عندي دراهم وكلش؟ لا تدي وقت باش تتعلم، ماشي كيما الكنيسه، الكنيسه تخلصك تمتم، هذا لازم تدي وقت باش تتعلم. ما خلصت تمتم. يعني الكنيسه تخلص، ما كيفاش ندير الكنيسه تبيي، ما عندهاش مشكل. كيفاش تخلص؟ تخلص كيما راك تخلص انت، بار اكزومبل كيما ماريا جاك الدرويش. تسحق ولا راك اي عجبتك يعني الخدمه هذه، تذل روحك للناس وتحشي لي زادوليسون؟ بين سقسيك، كيفاش الكنيسه هذه على تخلصك؟ شنو هو الهدف تاع؟ ما فهمتش. علاه تروج بلي الاسلام خطا؟ ما فهمتش. وشنو هو خانقهم؟ ما خلاهمش يبوجيو ميم با. فاش خانقهم؟ ما فهمتش. في كلش. اعطيني مثال با، كيفاش اسرائيل دوله صغيره هكا ناجحه كاع العالم، ماشي عارف 50 دوله اسلام. كيفاش المسيحيين؟ لابوليتيك خليتها لك انت والكنيسه تاعك، ما عرفتش انا في لابوليتيك تاعكم. فهمني كيفاش دوله، معليش، كيفاش دوله امريكا يعني القضيه تاع امريكا داخل في كله، داخل في السعوديه، داخل في الجزائر، داخل يعني ما تقدرش تهضر انت كي تبيعوا لك السلاح. وي هذاك هو المشكل. ما قاطعنيش. اسمح لي روح. يعني كي انت كي تشري عليهم سلاح، تشري عليهم طروازيا ولا كاتريا مشوار، يعني السلاح اللي يستعملوهم عندهم 50 سنه، يعني هادو كيفاش يديرونجيهم الاسلام؟ وهذا الاسلام خلاك راه يخدم فيهم باش يكونوا ناس كيما انت كيما هكا بغوله، باسكو كون يكون واحد كيما ميهوب ولا كون تاعهم يحبوا بلادهم، ما راهمش حابين هاد الناس يسيطروا علينا، ما راهمش حابين هاد الناس يبزوزوا بينا. كيفاش هاد المسيحيه؟ ما فهمتش. كيفاش هاد المسيحيه بايزون كيما السويد ولا هاد لي بي اللي هما بحد ذاتهم عفسوا على المسيحيه، حطوها اكوتي وراهم يحاربوا في الاسلام؟ ما فهمتش كيفاش الاسلام واش راهم ديرونجيهم الاسلام؟ كون الاسلام بس خصك يكون جا الاسلام يديرونج السويد، كيفاش يستقبلوا تقريبا مليون لاجئ مسلم؟ فهمت؟ كملت. وين؟ نتمنى انه هذا النمط تاع الاستفزاز اللي كنت ديره من قبل هذا ما حاش يمشي معايا، هذه اولا يا اخي. ودوزيامون اوروبا كيما دارت كاع راهي خايفه من دوله اسلاميه. كيما دارت واش خايفه عليك؟ لا بها ماهيش حابه يعني ترجع الاسلام الامجد تاع القديم. كيفاش واش من امجد كان عنده الاسلام؟ واش من امجد؟ كيفاش يخاف من اوروبا؟ كيفاش يخاف من دوله اسلاميه؟ ما فهمتش. اي خايفه ترجع الدوله الاسلاميه كيما مقبل تعفس على كاع العالم. باريزوم واش من دوله اسلاميه باريزوم اللي فيها نكاح الاطفال العبوديه؟ هذه ماشي عليا، ديرها على المبرداعين ديالك تحشيها لهم. او ياك على المبرداعين تاعك هذه. كيفاش ماكاش من نكاح انا نحوس ميهم، ماشي كيما المبرداعين تاعك يجوا يسمعوك ويروحوا. ما فيش مشكل. كيفاش راحوا يتباكوا؟ معليش علمت لهم غلبكه.
معليش، واللائي لم يحضن، كيفاش نفسروها في واللائي لم يحضن قديمة قديمة ميهرب قديمة. معليش هذه القديمة، هذه الحاجة القديمة، الآية القديمة. كيفاش يفسروها أهل السنة والجماعة؟ كيفاش يفسرها الطبري بن كثير البغوي والقرطبي السعدي؟ كيفاش يفسروا هذه الآية؟ كيفاش يفسروها؟ تقدر تفتح لنا تفسير يعني؟ نو ما نقدرش نفسر. بما أنك. بون أنا نسقسي فيك. شيخ الطبري، شيخ المفسرين، شيخ هذا كيفاش يفسروا هذه الآية؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولة الأحمال. هذه واللائي لم يحضن، هذا زائد النووي عبد البر بن حجر بن القيم بن تيمية، واش يقولوا على هذه الآية؟ واش على ما راهي تهدر؟ أنا واش راهي تهدر؟ لو كان يعني تخليني نكمل وما تكوبينيش نقول لك على واش حاب تهضر. بون انا ما قلتلكش انت قول لي باسكو انت ما تهمنيش كلامك وكلامي في الزبل. قلت لك واش يقولوا، واش يقولوا هاد المفسرين، واش يقولوا هاد الناس هذو اللي قلت لك عليهم كاع، واش يقولوا، واش يقولوا متعني الايه هذه؟ ما عنديش تفسير حاليا. ما عندكش؟ اما لا اهبط على يدي وانت سرك، كي يكون عندك تفسير نطلع حبيبي.